مثل ما بيعرف الكل حديث الشارع على استقالة الكابتن محمد عقيل. طبعا اجت ضمن ظروف صعبة، وانا حكاني شخصيا امبارح بالليل، ضلينا على اتصال مع بعض حوالي الساعة، حاولت ابقاء على، بس هو كان مصر على الاستقالة، في لي ظروف معينة. فنحن رح نحط الناس والجمهور الرياضي خاصة تشرين بالله كل التفاصيل. رح ندعو لمؤتمر صحفي طبعا تقييم المرحلة كاملة، المرحلة الفنية بالإضافة لاستقالة الكابتن محمد عقيل. فنحن بدنا نعمل الخطة البديلة يعني، فما عندنا كادر تدريبي بهالمباراة هاي، راح يبقى الشباب كله موجودين، الكادر كله موجود. اللي عم نفكر فيه احنا طبعا المرحلة اللي بعدها، يعني بعد مرحلة الدوري. نحن عندنا مباراة بكرة، بس تخلص مباراة في عندنا جلسة مع الإدارة، وعندنا جلسة مع الكادر التدريبي، وعندنا جلسة مع اللاعبين لنقرر شو بدنا نعمل المرحلة الجاية. في عندنا استحقاق ممكن يكون 4 شهور، فبدنا نشتغل عليها. فتشرين أولا وآخرا بمن حضر يعني من الموجودين، وفي أولاد النادي قادرين يشيلوا إن شاء الله، والله يوفق الجميع بإذن الله تعالى.